عندما نصل إليه. دكتور متولي، سنة الابتلاء نواصل حولها. الله عز وجل قال: وإذا مرضت فهو يشفين. والناس الآن يعيشون في ذعر وخوف شديد، وبين غلو وجفو، يعني بين إنسان عايش في ذعر والعياذ، يعني ربنا يطمئن القلوب ويحفظ الجميع، وبين إنسان مستهتر مش في دماغه أي حاجة وعادي خالص ومحدش هيموت ناقص عمر ولا أي شيء في باله. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين عليه الصلاة والسلام. سعيد بلقائي للمرة الثانية مع فضيلة الدكتور محمد حسن. هذا فضلك وأدبك دكتور. ربنا يبارك فيك، ومع الإعلامي الكبير الأستاذ أحمد نصر. الله يحفظك. نسأل الله أن يكون هذا المجلس خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. آمين. بداية أود أن أقول أن الدين حاكم على حركات وسكنات الناس، وأن الدين ليس هو علاقة بين العبد والرب في المسجد، ثم إذا خرج إلى خارج المسجد فلا علاقة للدين به ولا بأحواله ولا بأموره. ومن أمور الدنيا الطب، فالدين حاكم على الطب كما أنه حاكم على كل فروع العلم. هذه النظرة للدين ينبغي أن تصحح عندنا وعند الناس، فالدين ليس عبادات فقط. قال الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ولما جاء أحد الصحابة أظن طارق بن سويد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في مسلم وغيره، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام لما نهاه عن صناعة الخمر قال: إني أصنعها للتداوي، يعني للدواء. قال: إنها داء وليست بدواء. فهنا هو يعني له كان وجهة نظر أن الخمر من الممكن أن تشارك في علاج بعض الأمراض. فالدين حاكم على الطب، فربما الطبيب يصف شيئا يتنافى مع الشرع، فيأتي الشرع يوجه، فهو حاكم على كل الأمور. لأن سمعنا بعض الناس يتكلمون في هذه المسألة يقول: ما علاقة الدين بما نحن فيه الآن؟ الدين ماله من الطب؟ أيوة، هذه فكرة علمانية. ماله من الوباء هذه فكرة علمانية. وشرعنا لم يترك شاردة ولا واردة إلا وبين فيها وفصل فيها سبحانه.